روح لمحمد مجدي قفشه، تاتا تاتا اتغلبوا 5-3. حلو برضه، حلو برضه. لكن خليني اقول لك بس على محمد مجدي قفشه، عامل حاجه جميله بمناسبه ال 100 مباراه. شوف الراجل فخور انه لعب 100 مباراه في النادي الاهلي، لا عمره اتكلم على فلوس ولا عمره فتح بقه. العب يا قفشه، يلعب، اقعد يا قفشه اقعد. ما حسناش منه بحاجه غير ان هو يشعر بالفضل الكبير والنعمه الكبيره التي حباه الله سبحانه وتعالى بها باللعب للنادي الاهلي، باللعب للنادي الاهلي. فكتب حاجه كده عجباني، عجباني الصراحه، عاوز اقولها لان فيها حمد وشكر، فيها حمد وشكر على نعمه اللعب للنادي الاهلي ونعمه الانضمام الى النادي الاهلي. وده امر عظيم جدا 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 قفشه عمله، وانا حابب ان انا اقوله للناس. بس يا رب اكون ان انا عملت له سكرين شوت، ما عملتلوش كمان يعني. انت يا معاطي كل اللي عملت تقوله ده ما عملتش سكرين شوت لل لاحظ اهي يا سيدي معايا. قفشه كتب قال لك ايه؟ قال لك 100 مباراه لعب في النادي الاهلي، مكان تحلم تعدي جنب صوره. سيبوكوا بقى من الايه؟ من الناس اللي يقول لك جاي العرض وامشي واقعد وكلام من ده، او تبقى حتى مشجع ليه. فوز ورا فوز، فرحه ورا فرحه، ربنا يجعلها دايما حاضره. اجمل حاجه انك تفرح وسط اهلك وناسك، التالته شمال والمدرج صاح، والفوز الكبير في الديربي. 100 مباراه اتمنى انها تبقى 100,000 وتدوم الفرحه والضحك. بص يا عم الراجل كتب ده ونشر صورته بالمية وفرحته وصورته مع حبايبه ايمن اشرف ومحمد شريف وفرحه ال 100 مباراه. بنقول لك اهو ناس اهي يا عم، ناس فرحانه انها بتلعب في النادي الاهلي، مش بتفتري. صاينا النعمه، حاسه ان ربنا حباها بنعمه كبيره جدا انها بتلعب جوه النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه من الناس اللي هم بينطبق عليهم الايه الكريمه اللي بتقول واما بنعمه ربك فحدث. دايما بيحمد ربنا على نعمه الاهلي ونعمه التواجد في النادي الاهلي ونعمه اللعب للنادي الاهلي ونعمه العطاء اللي جاله من خلال النادي الاهلي، سواء عطاء مادي او عطاء معنوي نتيجه المشجعين اللي بيحبوه في كل مكان. فانا بحب جدا محمد مجدي قفشه لانه انسان راضي وحامد وشاكر ويعني ايه بيحمد ربنا على اللي هو اداهم. هرد على اسئله حضرتك. انا شايف ان علي لطفي كان لازم يكون موجود على حساب صبحي. والله وجهه نظر، وعلى حساب محمود جات. ليه ما كانش موجود علي لطفي؟ علي لطفي قدم مباريات كويسه، كان مفترض يبقى موجود في المنتخب. عندك حق. ايه الفرق بين قفشه وعبد الله السعيد؟ فرق كبير. عبد الله السعيد لما اصطدم سابهم ومشي وراح للمال. هو ما بيفتحش بقه بحاجه، رغم ان كانوا قايلين ان هو هيجددوا له عقد بياخد 5 مليون. في ناس تانية بتاخد 30 مليون في الموسم، لكن ما حدش حاسس بيها. الزغلول فرخ الحمام الصغير. شوف ادب يا عم. هو يا عم ربنا يرزقك الرضا يا اوكل دكتور محمد ياسين من نيوكاسل. اهلا بك يا دكتور، اهلا بحضرتك، يرضى عنك ويرضيك ويسعدك. نيوكاسل دي بقى اشتراها صندوق الاستثمار السعودي، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، تبقى الفرقه حلوه كده. الهمسه واللمسه والزمالك شال 5. شبابك قال الكلام ده؟ والله ما كنت مركز. موسيماني عنده ساحر افريقي يا اونكل. الله 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 الله. الكلام ده هجس، الكلام ده هجس يا راجل. يعني الراجل كل انتصاراته دي عاملها بالسحر الافريقي؟ يعني كل الخمسات اللي كسبها موسيماني دي كانت بالسحر الافريقي؟ هنهجس. والناس في جنوب افريقيا ما عندهمش الموضوع ده. فاز على كوت دي اورو 11-1 في دور ال 32 في 2019، ده على نتيجه عملها موسيمان. وفي 12-13 مع سان داونز كسب امازولو 7-1 في الدوري. و2017 كسب المنافس بتاعه اورلاندو بيراتس 6-0. وفاز بالسته على فري ستايت ستارز 2015، وكسب الحرس الوطني 6 مع النادي الاهلي. وكسب مع ماشي يا عم، بتشتمني يا عم الله يسامحك، ما بردش برضه الشتيمة. ماشي الحال. فهو ما تقدرش ايه سحر بكلام. احنا نرجع لكلام الخايب ده تاني، نرجع لكلام الخايب ده تاني. يعني ما نرجعش ليه؟ يعني الناس كانت بتلعب كوره ومتميزه ومتالقه ومتعلقه وكل حاجه. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. نعلى باللايك يا غالي، اعلى باللايك واضرب الشير، اوعى تنسى تعمل لايك للصفحه.
اعمل اللايك للصفحة وفعل الجرس على اليوتيوب وعلى الفيسبوك لايك او فولو عشان يوصلك الاشعار اول ما نطلع على طول باذن الله تعالى. يعني هم سابوا الماتش يا اونكل؟ لا ما سابوش الماتش، بس هم اتخطفوا ما شافوش. الاهلي كان في قمه تركيز، وفي نفس الوقت تحس ان هم يا جماعه الناس مش لاقيين فلوس ياكلوا ولا يشربوا. خلينا نتكلم بحق ربنا يعني. والمدرب مش لاقي فلوس يجيب مساعدين، والمساعد اللي معاه كل شويه يطلع الهواء يقطعه. كابتن اسامه نبيه، اقول لكم ايه يعني؟ هو ده بيحصل؟ واحنا عمرنا شفنا حد مشي من النادي الاهلي طلع قطع اللي كان شغال معاه؟ يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام. تاني حاجه، مجلس اداره ما تعرفش قاعد ولا ماشي ولا ايه. انا اللي بقول لك اكبر نتيجه في تاريخ القمه كانت 9-1 17-6 33. والله بقى لو انت كنت عايش ماشي، انا ما اعرفش النتيجه دي يا عم. انا برد على اسئله لايك، نعلب اللايكات شويه على اليوتيوب يا رجاله، انا معاكم اهو. يعني سابوا الماتش كله ومسكوا في المعلق والزغلول الاستاذ احمد نور. اه والله تخيل بقى، تخيل لما يسيب كل حاجه ويروح يشتكي في الغلبان مدحت شلبي. عمل لك ايه مدحت شلبي يا ابني؟ يا ابني عمل لك ايه مدحت شلبي؟ عشان قال معلول حط الزغلول الجول يا حبيبي. ما بنقول على الجنيه اللحلوح وعلى مش عارف ايه البريزه، ال 10 جنيه البريزه ولا ال 100 جنيه بيقولوا عليها بريزه دلوقتي ولا مرة بيقولوا ايه؟ كهربا فين يا اونكل؟ كهربا موجود، كهربا موجود يا حبيبي، كهربا موجود وموجود في اجازه عادي زيه زي اللعيبه، وبعد 5 ايام موجود في التدريبات عادي. موسيماني بالخمسه بقى قريب، فيفي عبده 5 مواه برضه مش وحلوه مش وحشه. ليه ابراهيم سعيد مصغر دماغه كده واقف قدام محمود علاء؟ برضه هتلاقي يعني تطور زوجة محمود علاء برضه مش كويس. يعني هي ممكن ما كانتش لسه اتولدت، وابراهيم سعيد ده نجم، وابراهيم سعيد ده لعب في النادي الاهلي 16 سنه. احنا كنا موجودين في النادي الاهلي، كان لعيب جوكر ولعيب مالوش زي، يلعب مساك، يلعب ليبرو، يلعب تحت الفراوده، يلعب نص ملعب، يلعب وهداف وحاجه كده، كان حاجه جامده جدا 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 جدا. كارتلون قال ماتش الاهلي اسهل ماتش، وموسيماني رد عليه بالخمسه. حلو، هو الثاني برضه يعني اتغر، ركب قطار الغرور. حبايبي دمتم في امان الله، ونلتقي في هذا الموعد باذن الله تعالى يوميا ان شاء الله. طالما مفيش ماتشات هنلتقي في هذا التوقيت باذن الله تعالى. السلام عليكم، دمتم في امان الله، يحفظكم ويرضى عنكم.